أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة السعودية واليونان الودية باستعدادات كأس العالم روسيا 2018، حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء 15 مايو 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته لمباراة اليونان الودية في معسكره الإعدادي المقام حاليا في مدينة مربية الأسبانية، واكتفى الأرجنتيني إخوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بحصة تدريبية واحدة في الفترة الصباحية على ملاعب التدريب بمركز مربية الرياضي. ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في حسم مباراة الجزائر الودية التي أقيمت على استاد كارانزا بمدينة قادش بأسبانيا بهدفين دون رد. وتقام مباراة السعودية واليونان الودية القادمة يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، و7:30 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، و6:30 بتوقيت تونس والجزائر، و9:30 بتوقيت الإمارات، و5:30 بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة السعودية الرياضية HD1. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.